بدنا نشجع الرابح الثاني اللي رح يدخل للغرفة، بس غرفة الدنانير، واللي رح يكون فيها 25,000 أو طبعاً فئات مرمزة بقيمة ال 25,000. والرابح اللي حب البنك يكرمه اليوم هو أول عميل أخذ قرض شخصي من بنك القاهرة عمان، وهو السيد محمد عودة عيسى الجمل. محمد عودة عيسى الجمل. في مفوض عن السيد محمد مراد الكردي. مراد وين منلاقيك؟ مراد الكردي، اهلا وسهلا فيك مراد. اهلا فيك يا رب. ايش رابطك بالسيد محمد؟ والد مرتي. وهلا محملك مسؤولية كبيرة. طيب عندك عندك 25,000 طبعا مرمزة جوا الغرفة، ومعك 10 ثواني، وانت وهمتك قد ايه رح تقدر تربي حماك؟ بتأثر على العلاقات هاي الدبلوماسية؟ ما بتأثر إن شاء الله. يلا مشجع مع بعض مراد. مراد على الثلاثة بتبلش. مع بعض منعد لمراد. واحد اثنين ثلاثة بلش مراد. نرجع لفقرة الأسئلة والأجوبة، ونرجع للوسط والصغير رقم 24. يلا تفضل تعرف عليك. طلال. طلال بأي صف؟ خامس. طب طلال، إيش أدنى رصيد لحساب التوفير اللي بمكنك من الدخول أو بمكن أي مدخر مع بنك القاهرة عمان للدخول لغرفة الربع مليون؟ 200 دينار أو 300 دولار. وألف مبروك جائزتك حساب توفير بقيمة 50 دينار. شكرا. بدنا صبايا 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 هلأ. والزهري تفضلي. أهلا وسهلا فيكي. نتعرف عليكي. لانا. قدي عدد فروع بنك القاهرة عمان في الأردن وفلسطين؟ 95 فرع بالأردن وفلسطين. وألف مبروك جائزتك حساب توفير 50 دينار. طيب منكمل الأسئلة. بدنا الشاب اللي زعلان. ليش زعلان؟ أيوة. تعرف عليك. محمد. قدي عدد الصرافات الآلية التابعة لبنك القاهرة عمان في الأردن وفلسطين؟ خيارات. 3215 ولا 5؟ 215. 215 عدد الصرافات الآلية لبنك القاهرة عمان التابعة لبنك القاهرة عمان في الأردن وفلسطين. بدنا صبايا صبية. أنت اللي بالنص تفضلي. أهلا وسهلا فيكي. نتعرف عليكي. حنين. بتعرفي إيش مقولة البنك المميزة؟ مع النمو. مقولة بنك القاهرة عمان. وألف مبروك جائزتك 50 دينار. فراس أبو فارس، مدير بنك القاهرة عمان فرع الجامعة الأردنية.
تأسس بنك القاهرة عمان فرع الجامعة الأردنية في حرم الجامعة الأردنية عام 1974. تم افتتاح مكتب الطلبة في الموقع الجديد داخل مبنى وحدة القبول والتسجيل في 19/2/2012. ارتأت إدارة بنك القاهرة عمان بالتنسيق مع رئاسة الجامعة الأردنية بخدمة الطالب في مكان واحد وهو وحدة القبول والتسجيل، بحيث أصبح بإمكان الطالب مراجعة وحدة القبول والتسجيل لتسجيل المواد، ومن ثم بنك القاهرة عمان وشعبة الإيرادات لدفع الرسوم والأقساط الجامعية. وبالتالي وبحكم تواجدنا كبنك القاهرة عمان مكتب الطلبة وشعبة الإيرادات ومكتب القبول والتسجيل والمكرمة الملكية، أصبح الطالب يقوم بإنهاء جميع معاملاته في مبنى واحد. كيف شايف خدمات فرع بنك القاهرة عمان بالجامعة الأردنية؟ والله كتير ممتازة، يعني أنا كل إشي، يعني أنا منحط صندوق بحث علمي، فكل التحويلة بتجيني على البنك، فكتير بيسهل علي إنه بدل ما أروح على بنك تاني، فكل الخدمات بنفس الجامعة. أنا الآن متواجد ببنك القاهرة عمان الجامعة الأردنية فرع الطلبة اللي تم افتتاحه طبعا قبل مدة شهر بالمبنى القبول والتسجيل الجديد. وهذا الفرع يعني فعلا أنه قام بتقديم خدمة وتسيير أمور العاملين بالمبنى هنا وللطلبة، يعني صار يعني البنك القاهرة عبارة عن حلقة هو الشؤون المالية وإيرادات الطلبة، يعني موقع واحد أنه لخدمة العاملين وللطلبة اللي بالجامعة. وهلأ راح نكون مع جوائز الفروع والفرع اللي جمع أكبر عدد من القروض الشخصية وفرع عمان الرئيسي. وطبعا فرع عمان الرئيسي فوض علاء الطيب حتى يدخل لغرفة الدنانير، والمبلغ اللي راح يجمعه راح يتم تقسيمه بالتساوي على موظفي البنك. بدنا علاء الطيب. علاء، كيفك علاء؟ مش مسؤولية اللي حملوك إياها؟ والله أكيد مش مسؤولية، بس أنت قدها إن شاء الله. أنت طبعا عارف قواعد الغرفة، 10 ثواني و25 ألف نقود مرمزة، والمبلغ اللي بتجمعه رح يتقسم بالتساوي على طبعا موظفي فرع عمان في بنك القاهرة عمان. تفضل يلا مع بعض منشجع على واحد، منعد لعلاء. واحد، واحد، اثنين، ثلاثة. بدنا نختار أربع أو خمسة منكم، والسؤال راح يكون عن المبلغ اللي جمعه أول رابح دخل معنا موسى أبو غوشة لغرفة الربع مليون دينار. أقرب جواب راح ياخد جائزة. طيب تفضل، أول شيء تفضل حضرتك، وتفضل تيشيرت، وتفضلي لابسة أزرق. والله رح نختاركم. والله ما بعرف إشي، ما بعرف الجواب أبدا هلا. لا بدي الولد الصغير اللي هلا طلع. أيمن تفضل. تفضل تفضلوا. فكرك قدي جمع أول رابح دخل لغرفة الربع مليون دينار؟ تقريبا 35,000. 21. 45,000. 7. 71,000. 82. 25. 25,000. ويني زيني زي زيكم. هلا رح اعرف الرقم، والرقم 71,720 هو اقرب. انا بعتذر. تربح معنا، تفضل نتعرف عليك. عبد الله لعموش، وجائزتك
موبايل سوني إريكسون. تفضل، ألف مبروك. الغرفة الثانية كان فيها 25,000 صح؟ ودخل عليها واحد من الشباب، وبدنا نشوف قد ايه جمع، فبدنا أقرب رقم، بس ديروا بالكم المبلغ كان قليل، 25,000. شو بتقول؟ 25. 5,000. 12,000. 8. 10. 21. 17. 9,500. والرقم انت اللي قلت 5,000. متأسفة، احنا بدنا اياك وحظا اوفر الجميع. الرقم اللي جمعه طبعا اللي كان مفوض عن السيد محمد كان 2,186,000. انت حكيت 5,000، لكن بنك القاهرة عمان قرر يربحه 5,500 دينار. والف مبروك جائزتك موبايل، والف مبروك طبعا للرابح. ورح نختار، رح نختار منكم، وكمان نفس السيستم، الأقرب رقم إن شاء الله بربح بآخر جائزة. تفضل تفضل تفضلي تفضلي تفضل. الأبيض. البلو. تفضلي. يلا بسرعة كتير، بدنا نبلش من عندك. أقرب رقم جمعه الرابح، آخر رابح. 9,800. 9,800. 3,800. 1,800. 1,805. 1,805. 12,000. 8. 11,000. 10,000. 15. 3,100. 3,000. 8,050. 7,500. 9,500. 7. طبعا انا اكيد ما رح اتذكر كل الارقام، بس رح اتذكر الارقام القريبه. و الرقم كان 1,812. انت اقرب وحده لانا. الف مبروك، اخر جائزه لإلك من نصيبك موبايل إريكسون. بدنا ننوه انه جمع علاء الطيب من فرع عمان الرئيسي، واللي تم اختياره لأنه أفضل أو أكثر فرع جمع قروض شخصية 1,812، لكن البنك قرر يربح فرع عمان 3,250 دينار، وهالمبلغ راح يتم تقسيمه بالتساوي على موظفي البنك. وأنت ألف مبروك موبايلك. الله يبارك. بهيك جمهورنا العظيم بنتهي مشوارنا معكم اليوم، تنتهي هاي الاحتفالية، الاحتفالية الأولى لغرفة الربع مليون دينار. حظا أوفر لكل اللي ما ربح، نتمنى عليكم تكونوا معنا بحدائق الملك حسين ب7/6، واحتفالية تانية